وفي هذا الإطار يمكن للأختين مريم ومرتا أن تشكلا لنا مرشدتين صالحتين، فقد تعلمتا من الله تناغم الأنماط العائلية، جمال العيد، طمأنينة العمل، وروح الصلاة، وبأن الجوهرية حقا والنصيب الأفضل هو الإصغاء للرب. إن الصلاة تنبع من الإصغاء ليسوع، من قراءة الإنجيل والثقة بكلمة الله. فهل نجد هذه الثقة في عائلاتنا؟ لنتعلم إذن أن نصلي ببساطة معا، ويسوع هو الذي سيأتي بيننا كما كان يذهب إلى عائلة مرتا ومريم ولعازر. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua araba, particolare a quelli provenienti dal Medio Oriente. Cari fratelli e sorelle, la preghiera rafforza la famiglia. Pregate affinché le vostre famiglie siano, sull'esempio della Santa Famiglia di Nazareth, luoghi di comunione e cenacoli di preghiera, autentiche scuole del Vangelo e piccole chiese domestiche. Il Signore vi benedica. أرحب بالحجاج الناطقين باللغة العربية وخاصة بالقادمين من الشرق الأوسط. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، إن الصلاة تعزز العائلة. صلوا لكي تكون عائلتكم على مثال عائلة الناصرة المقدسة، أماكن شركة وعليات صلاة، مدارس أصيلة للإنجيل، وكنائس بيتية صغيرة. ليباركم الرب.